اكسبيرينس جديدة مختلفة. عايز بس أكد على وجود الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ دكتور محمد إسماعيل. في صعوبة في الدخول، معلش. أوكي، طيب إحنا احنا هنبتدي على طب نقدر الدكتور ننتقل عربي. للدكتور أيوه عربي دلوقتي؟ تمام، يبقى هننتقل بقى من شمال مصر أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. معشوقتي وحبيبتي النوبة وأسوان، يعني وممثلها معانا النهارده الأستاذ دكتور محمد العربي عبد العال، مدير عام مستشفى إدفو العام بأسوان، ووكيل وزارة الصحة بشمال سيناء سابقا، خبرة يعني عميقة وكبيرة أكثر من 20 سنة في مجال الإدارة الصحية، في يعني الإدارة المستشفيات العامة والخاصة معا. دكتور محمد العربي هيكلمنا عن المؤشرات التي يطلبها المدير العام من الإدارات المتوسطة. وتفضل دكتور محمد، الويبينار مع حضرتك. شكرا دكتور احمد، مساء الخير على حضراتكم، وشكرا على الدعوه الكريمه من الاستاذ دكتور خالد سمير استاذنا وقدوتنا كلنا. يشرفني طبعا وجودي معاكم النهارده. هنتكلم حوالين مؤشرات اداء المستشفيات الحكوميه، بس قبل ما نتكلم حوالين المؤشرات عايز اتكلم في كذا نقطه. النقطه الاولانيه، اي مدير مستشفى، حضرتك اذا كنت عايز تنجح في شغلك فاستاذنك اسمعني وركز معايا في كل اللي هنتكلم فيه. إذا كنت حضرتك رايح للمستشفى ورايح مكتبك عشان يبقى في ناس داخلة وناس طالعة، ومكتبك مفتوح للضيوف، الناس داخلة وناس طالعة وشاي وقهوة ونسكافيه، يبقى كده حضرتك مش هتدير. إذا كنت حضرتك رايح عشان تمضي ورق طول اليوم، يبقى حضرتك برضه مش مدير. إذا كنت حضرتك رايح عشان تحل مشاكل يومية، برضه ده مش إدارة. خلينا نركز إن يعني دور حضرتك إنك أنت إزاي تطور أداء المؤسسة اللي حضرتك مؤتمن عليها من خلال مؤشرات الأداء. وعشان توصل مؤشرات الأداء لازم يكون عندك داتا. في قاعدة مهمة جدا في الليدرشيب بتقول you cannot manage if you don't measure. إذا ما كانش عندك قياسات وأرقام دقيقة ومحدثة مش هتعرف تدير. بس برضه بالنسبة للجزئية بتاعت الأرقام، أرجوكم ما تطلبوش أرقام ملهاش لازمة، أرجوكم ما تطلبوش بيانات مش ذات قيمة بالنسبة لك، ركز على الأرقام والبيانات والإحصائيات اللي من خلالها تقدر تشوف المؤسسة بتاعتك ماشية إزاي، واللي من خلالها تقدر تاخد ديسيجن. وبالتالي السايد الأولاني اللي نتكلم عليها، يعني أي مؤسسة ممكن تنجح بشكل كويس جدا من خلال إدارة ناجحة. ونفس المؤسسة دي لو الإدارة اتغيرت لإدارة تانية سيئة بالتأكيد هتفشل. بنفس إمكانياتنا في نفس الظروف. الإدارة الناجحة هي أساس نجاح أي مؤسسة. إيه هي المؤشرات الأولية؟ المؤشرات اللي إحنا بندير بيها دكتور خالد، أستاذ حضرتك أنا آسف. إحنا في مؤشرات يوميًا لازم تشوفها حضرتك، وفي مؤشرات كل أسبوع، وفي مؤشرات كل شهر، وفي مؤشرات كل 3 شهور، وفي مؤشرات 6 شهور، وفي مؤشرات كل سنة. طيب، نيجي للمؤشرات اليومية. حضرتك رحت المستشفى الساعة 8 الصبح، شربت القهوه بتاعتك، زي مزاجك اتظبط، خلاص نبدا بقى نشوف شغلنا. تبعت حضرتك تشوف الفريق بتاعك اللي بيدير، تشوف النائب الاداري بتاعك، تشوف المدير المناوب، تشوف المعاون المستشفى، رئيس التمريض، تبعت لهم ماشي. المفروض ده شكل ريجولر، المفروض ده سيستم ثابت. 8 ونص يكون عند حضرتك في المكتب، نص ساعه ميتنج دوت، بتعرف الدنيا ماشيه ازاي. تشوف من كل واحد منهم ريبورت مختصر حوالين اليوم اللي قبله واليوم الجديد، اليوم اللي قبله ايه اللي حصل واليوم النهارده هنعمل ايه. طيب، النقطه الاولانيه بتاخدها موقف القوى البشريه بتاعتك. انت مش هدير مؤسسه الا من خلال قوى بشريه. هل نسبه الحضور كافيه لكل الاقسام ولا في غيابات مؤثره؟ لو في غيابات مؤثره ازاي هتمانج السيتويشن؟ والمفروض دايما في بلان انك انت ما يبقاش في غياب مؤثر على اي قسم من الاقسام. النقطه الثانيه، درجة توفر الأدوية والمستلزمات الطبية وفق احتياج الأقسام المختلفة. كل قسم من الأقسام المفروض فيه داتا واضحة، احتياجاته إيه، متوسط احتياجاته إيه، متوفرة كميات كافية ولا لا. الحاجة الثالثة، معدل تردد الحالات والحوادث على الأقسام المتطورة.
كل اقسام الطوارئ المفروض الاستقبال الطوارئ، العنايه المركزه، الحضانات، الحروق، السموم، الغسيل الكلوي، الطوارئ. هنا دي فايتال ميجر، دي نقطه محوريه. انا دايما بقول ان المستشفى الكويسه اللي هي بتقدر تتعامل مع الحوادث ايا كان حجم الحادثه. انا مش ههتم قوي، بمعنى ان لو مستشفى فيها مثلا 20 عياده خارجيه، كل عياده بتعمل مثلا 100 حاله في اليوم، ماشي، ده سو ايزي ممكن العدد ده تعمله في مكان تاني. لكن جايه لك حادثه فيها 20 او 30 او 50 او 100 فرد في كرايسس، في حادثه، المستشفى الكويسه اللي هي مانج كل الحالات دي بطريقه اكريت وبطريقه بروفيشنال واون تايم. لو في حالات اتحولت من عندك لمستشفى تاني على نفس الليفل بتاعك، ماشي، يبقى عندك دروب، يبقى لازم تشوف المشكله ايه. لو في حالات ضايت في اقسام الطوارئ دي والحالات دي كان بي مانجد، يبقى برضه في دروب عندك، يبقى لازم تشوف الاسباب وتعالج الاسباب. الارقام دي مهمه جدا بالنسبه للمعدل تردد الحالات الحوادث وازاي هاو تو مانج، والارقام الحالات بتتحول لو حولت حاله الانديكيتد لمستوى اعلى، نو بروبلم، طبعا ده طبيعي. النقطه الرابعه درجه انتظام وجوده خدمات الاحصاء المعاونه، هي شبكه الغازات والمولد الكهرباء، شبكه الماء والصرف الصحي والمغسله والمطبخ وبنك الدم. اللي بعدها نسبه اشغال المستشفى بكل قسم على حده، وفي حال عدم وجود اشعه سره شغيره في احد الاقسام الحرجه، ايه هي الخطه البديله؟ كلنا بنعاني في الاقسام المتخصصه ان دايما في ندره. ايه البلان بتاعتك لو جالك حالتين محتاجين اي سي يو؟ تمام، ما عندكش مكان، ماشي. هنا كليدر ازاي تبقى تقدر عينك على الاي سي يو، تشوف بتعمل الجود فلتريشن، الحالات اللي بتدخل ان في جود فولو اب، عشان افريج لينكس اوف ستاي ما يبقاش كتير قوي. النقطة اللي بعدها اعطال الاجهزة الحيوية، لازم كل يوم الصبح تعرف هل في اجهزة عطلانة عندك. الاجهزة المهمة زي السي تي، زي الام ار اي، زي مكان غسل الكلى، محطة مرجة مية، المصاعد، بتفر. دي الحاجات اليومية المفروض بتشوفها. نيجي للمؤشرات الأسبوعية. دكتور خالد، ايوه اتفضل. المؤشرات الأسبوعية استأذنك؟ اتفضل. في بداية الأسبوع يوم السبت حضرتك بقى تبدأ تجيب الفريق بتاعك الأكبر بقى، اللي هو إيه بقى؟ نائب المدير، مدير المناوب، المدير المالي، الفريق الأقوى بقى، تشوف الدنيا بقى إيه ماشية إزاي بقى. الفرق بتاعتك، فريق جودة، فريق انفكشن كنترول، ده اجتماع موسع شوية. بتشوف الدنيا ماشية معاك إزاي؟ خطة استثمار القوى البشرية، مهم جدا يا جماعة الـ HR investment. ما فيش اي مؤسسه هتنجح الا من خلال اتش ار مانجمنت بشكل بروفيشنال. لازم تطور اداء القوى البشريه بتاعتك بشكل كويس جدا، لازم تعرف ايه الاليه اللي هي تخلي كل واحد يؤدي احسن ما عنده. دي التكه او المفتاح اللي بيخليك تنجح. مش هتنجح الا ما تعرف مفتاح كل واحد من الفريق بتاعك اللي شغال. لازم تشجعه، لازم تحمسه عشان يشتغل ويؤدي اكتر واكتر. خطة استثمار القوى البشرية وتطوير أدائهم دي مهمة جدا، إيه عملنا الأسبوع اللي فات وإيه هي الخطة بتاعت الأسبوع دوت. الحاجة التانية بنشوف الكويشنير السبيان بتاعنا، متلقي الخدمة بيشتكي من إيه؟ أو راضي عن إيه؟ مقدم الخدمة نفس الحكاية، ما ننساش مقدم الخدمة، مقدم الخدمة ده يهمنا جدا، لازم يبقى ساتسفايد في المؤسسة اللي هو شغال فيها. وتحليل، نعمل سوات اناليسيس لنقاط القوه ونقاط الضعف اللي عندنا، ونعمل خطه تصحيحيه لنقاط الضعف. عدد الحالات اللي اتاجلت في العمليات وايه اسباب التاجيل. معذره دكتور خالد، نرجع تاني. انا اسف. عدد حالات الوفيات بكل قسم واسبابها. يا جماعه الحاجات دي ما تبقاش على الورق استاذنكم، ضروري جدا انك انت تخلي الفريق بتاعك يدرس بشكل ساينتفك، بشكل واقعي، بشكل بروفيشنال، ليه الحاله دي اتاجلت وليه الحاله دي ضايت، عشان نعمل كوركشن بلان. اوكي، وما يمنعش انك انت تستعين بحد من بره اذا في انديكيتد، لان ما ينفعش ان يبقى مثلا في حاله كان سرفايف ودايت بسبب ميستيك او دروب، مش وات ايفر الدروب ده ايه، لازم نعمل كوركشن بلان ايميديتلي. نمرة خمسة، درجة التزام الفريق الطبي بمعايير مكافحة العدوى والجودة بكل قسم طبعا،
وخمسه درجه التزام وجوده فرق بالكامل، كل الفرق موجود عندك في المستشفى، فريق التدريب دوره ايه، بيؤدي مهامه بشكل كويس ولا لا، فريق مكافحه العدوى بيؤدي مهامه بطريقه كويسه ولا لا، جوده سلام صح. كل الفرق الموجوده عندك في المستشفى بنعمل لها تقييم اسبوعي عشان نشوف برضه نقيم ادائهم صح، اذا كان عندهم اي ويك بوينت او اي دروب، او برضه نشجعهم اذا كان في اداء طبيعي وده مطلوب. نيجي المؤشرات الشهريه اللي هي اخر الشهر، هنا برضه بتجتمع مع فريق الاداره بتاعك بالكامل عشان تقيم الدنيا ماشيه ازاي. بنشوف ايرادات ومصروفات المستشفى وما تم سداده من مديونيات ومستحقات المستشفى لدى الغير. هنا يعني في ناس كتير ممكن تسأل ايه أهمية نقطة زي دي في مستشفى حكومي؟ لا طبعا طبعا مهمة جدا بالنسبة لنا. أولا كل البارامترز دي هتختلف مع منظومة التأمين الصحي الشامل. أوكي؟ المنظومة في التأمين الصحي الشامل منظومة مختلفة إلى حد كبير جدا في إدارة المؤسسة، خاصة في الناحية المالية. ماشي؟ وبالتالي لازم الفريق بالكامل يبقى فاهم فاينانشال مانجمنت بطريقة كويسة. دي حاجة. الحاجة التانية في المستشفيات الحكومية، بنعتمد على الموازنة العامة اللي بتيجي من وزارة المالية، ولكن لابد إن احنا ننمي موارد المستشفى اللي بتيجي لنا بكافة الصور بطريقة طبعا ليجل، عشان الفلوس اللي بتدخل في الصندوق دي بنحاول كل الطرق نوظفها بطريقه مثلى. بمعنى انك انت عندك مثلا عايز تتعاقد مع قوه بشريه وما عندكش اعتمادات من الباب الاول اللي هو الحكومه يعني، اوكي، يبقى تتعاقد على حساب الصندوق. عندك مستلزمات عايز تشتريها، اوكي، عايز عندك تعمل جناح فندقه زاد كوت، عايز تزود ادويه في القسم الاقتصادي وتخلي القسم الاقتصادي جوده الخدمه بتاعته اعلى كويس، كل ده مش هتعرف تتحرك في الجزئيه دي الا لما يكون عندك موارد ماليه بشكل كويس وتستثمرها بشكل كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، في نسبه من الموارد دي المفروض بتتوزع على العاملين حسب لوائح القانون المنظم، حسب المؤسسه اللي احنا ماشي بيها. وده شيء مهم جدا بالنسبه لنا، انك انت لما تشجع الاداري او العامل او الموظف او الممرضه او الدكتور باي مبلغ كان، ويحس ان هو بيقدر من الاداره والى جانب انك انت بتحفزه معنويا، ده شيء هيخليه يؤدي بشكل افضل اكثر واكثر. النقطه الثانيه، لازم نتاكد ان الفريق العمل صرف مستحقاته. ما ينفعش ان احنا معلش بنقصين نخلي الناس، انا اسف التعبير، تطحن في الشغل وفي الاخر فلوسها اتاخرت. مش منطقي ومش مقبول. لازم نتاكد ان الناس اخذت مستحقاتها حقها. الناس كلها بتشتغل عشان تاخد مرتبها اخر الشهر، عشان تاخد حقوق اخر الشهر. لازم اتاكد ان كل الناس خدت فلوسها بالكامل، عشان لما اطلب لا ده حقه هو ولا حاجه. الحاجه الثانيه، عشان لما اطلب حاجه من موظف يبقى هو فعلا اوريدي اخد مستحقاته. النقطه الثالثه، نسبه الاشغال بكل قسم معدل دوران السرير ومعدل تدفق المرضى في كل عياده خارجيه، واعلى الاخصائيين كثافه عمل. يعني بالنسبه للاقسام المختلفه دي حضراتكم اكيد فاهمين انا بتكلم في ايه، لكن انا بالنسبه للعيادات الخارجيه يعني دايما في كونسبت امشي عليه ان العيادات الخارجيه تبقى فيكسد او سيمي فيكسد. بمعنى ان هو ان بنقول مثلا عياده البطنه يوم الفلاني الاخصائي الفلاني او الاستشاري الفلاني، يوم الاحد كذا، يوم الاثنين فلان، بتبقى فيكسد لان في مواطنين كتير بتيجي العيادات الخارجيه بناء على اسم الدكتور. ماشي؟ غير غير الاقسام الطوارئ. اقسام الطوارئ كله بيجي، لان اي حاله امرجنسي بيروح على المستشفى العام او الخاص طبعا اذا كان عايز يتوجه المستشفى. لكن بالنسبه للعيادات الخارجيه في المستشفى الحكوميه، نسبه كبيره من المواطنين بتتوجه بناء على اسم الدكتور. تمام؟ وبالتالي لازم يكون عندي داتا اكوريت حوالين معدل شغل كل عياده وكل اخصائي من الاخصائيين المتواجدين في العياده، عشان الاخصائي اللي شغال كويس والعياده شغال كويسه اقيم ادائهم واشكرهم على ادائهم، والناس اللي هي او العيادات او بعض الاخصائيين اللي هم ادائهم معدلات او تردد الحالات عندهم قليل، لازم نشوف سبب البيشنت فلو قليل ده ايه ونعالجه باي طريقه ممكن. النقطه اللي بعدها، نسبه تاجيل العمليات الجراحيه طبعا ونسبه اعاده دخول المرضى.
سلايد تاني دكتور خالد استاذنك. ايوه سلايد تاني ايوه. بندرس برضه نسبة حالات العدوى الجراحية وعدوى المستشفيات المكتسبة. بنشوف رصيد الأدوية المستلزمات الطبية. بالنسبة للأدوية المستلزمات الطبية أستاذكم في قاعدة مهمة جدا بتقول you have to expect what unexpected. بمعنى ان احنا في المستشفيات الحكوميه معرضين في اي لحظه تيجي لك حادثه كبيره كل شيء وارد، كل شيء وارد. خلينا منطقيين وعمليين. اوكي، فلازم يكون عندك ستوكات كافيه لاي كرايسس. ما ينفعش انك انت تيجي لك حادثه وتلاقي مثلا ما فيش كانيولات، ما فيش الكلام ده مرفوض تماما طبعا. لازم ان يبقى في اليه معينه توفر ستوكات كافيه. بكرر تاني for any crisis at any time، والحاجه دي تبقى available at once. ما ينفعش الحادثه تيجي ولسه بندور على مفتاح او بندور على الصيدلي او بندور على الكلام ده. الكلام ده المفروض عندنا صيدلي طوارئ 24 على 7 افيلبل، 24 على 7 افيلبل. اوكي، وكل حاجه متوفره فيها. زي الصيانه، يعني دول حاجتين مهمين جدا في المستشفى. عندي صيانه، ده فريق صيانه الاجهزه الطبيه 24 على 7، وعندي صيدلي طوارئ 24 على 7. دول يعني المفروض تحفظهم زي اسمك بالظبط يعني. النقطة اللي بعدها إجراءات الصيانة الوقائية والطارئة للأجهزة الطبية والغير طبية في موعدها المعتاد. الكونسبت الغريب طبعا إن الجهاز دوت في مستشفى حكومي نهمله، شيء غريب جدا طبعا، شيء مؤسف، شيء مؤسف. ولازم الكونسبت ده يتغير، لابد إنه يتغير بأي طريقة يمكن. كل ما الصيانة الوقائية بتتم بطريقة صح والفريق الطبي بيتعامل مع الأجهزة بحرص وبطريقة علمية صح وبيحافظ على الجهاز وبيحافظ على نظافته وما بيستخدموش إلا للضرورة وبيفصله بعد ما يخلص، بيخلص شغل، يبقى هتلاقي ما فيش سنة طارئة كتير. هتلاقي العمر الافتراضي بتاع الجهاز كويس جدا ماشي بدل مع القطاع الخاص. لو لقيت مثلا حضانة عمرها افتراضي في القطاع الخاص 10 سنين وفي المستشفى الحكومي 5 سنين، يبقى في مشكلة، في حاجة غلط. يبقى لازم نشوف المشكله فين ونعالجها باي شكل. اوكي، النقطه اللي بعدها دراسه مسار المستشفى وفق الخطه الموضوعه مع مراعاه تاثير متخذ القرار خارج المستشفى. بص يا جماعه، خلينا نتكلم بس فرانكلي كده ونقول ان مدير المستشفى ده مش راجل مجرد راجل تنفيذي، ده راجل سياسي تنفيذي. لازم أن يكون عندك الحنكه السياسيه في التواصل مع كل الجهات. اشتغل، العب سياسه، معلش بالقصير، العب سياسه، خليك ذكي في التواصل مع كل الجهات، ما تخسرش حد بقدر المستطاع. اوكي، كل الجهات هتحتاج لها، كل الناس هتحتاج لها، كل الناس مهمه بالنسبه لك. علاقتك بالوزاره لازم تبقى ممتازه، علاقتك بالمديريه لازم تبقى ممتازه، علاقتك بالمحافظ والجهاز التنفيذي في المحافظه لازم تبقى فوق ممتازه، مجلس المدينه ماشي، كل الناس هتحتاج لها في حاجات بسيطه. تمام، مش هقول لك هيضايقوك في حاجه، ولكن انت هتحتاج لهم في حاجات كتير. اوكي، فمن الذكاء ومن الحكمه ومن الحنكه انك انت كاتشنج كل الاماكن دي وتخلي علاقتك بيها قويه جدا طول الوقت. المؤشرات الربع سنويه ونصف سنويه، كل 3 شهور، كل 6 شهور، اي مدير شاطر لازم يعمل خطه لتطوير المستشفى بتاعته. بس الخطه بتاعت تطوير المستشفى بتاعته دي اول حاجه لازم يحطها من خلال الفريق بتاعه، يعني ما يقعدش مع نفسه كده بالليل ويقول والله هنعمل كذا. اقعد مع الناس بتاعتك، الفريق بتاعك، وادرس، حط خطه سمارت. حضراتكم كلكم عارفين يعني سمارت، سبيسيفيك ميجربل ابليكابل رياليستيك اون تايم. لازم تبقى خطه تطوير او خطه اضافات للمستشفى منطقيه وقابله للتطبيق. ايه اللي تم خلال 3 شهور او خلال 6 شهور، واللي ما تمش، واللي ما تمش ده سببه ايه. اوكي، النقطه الثانيه، ما تم تصحيح من نقاط الضعف الموجوده في المستشفى خلال الفتره الماضيه. كل 3 شهور، كل 6 شهور، لابد انك انت تقعد مع نفسك وتقعد مع الفريق بتاعك. اوكي، عشان تشوف الدنيا ماشيه ازاي. في الكوميونيكيشن سكيلز كلنا عارفين الكوميونيكيشن سكيلز، دايما بقول اصعب حلقه في التواصل واهمهم هي التواصل مع نفسك. انت لازم تبقى واقعي مع نفسك وتقول والله انا اخطات في الجزئيه دي، انا اصبت في الجزئيه دي. يوم ما تقول انا اخطات في القرار ده او في الموقف ده او في الديسيجن ده، تمام، يبقى هنا انت ماشي جود، ماشي صح. لكن اذا اشتغلت البارانويا ونسيت نفسك،
ماشي، لا يبقى هنا في حاجه غلط، هنا لازم نغير الامر. ماشي ماشي، وهكذا. ده بالنسبه للربع ثانوي وناس في الثانويه. بالنسبه للثانويه دكتور خالد، اخر سلايد، في نهايه السنه الماليه طبعا المؤشرات الماليه، هنا لازم تقعد مع مش بس المدير المالي بتاعك بس، وكمان العضو المتدرب بوزاره الماليه، لازم تشوف الدنيا بتاعتك ماشيه ازاي. كل المؤشرات الماليه مهمه بالنسبه لك جدا. اوكي، مؤشرات اداء فريق عمل اداره المستشفى، تشوف الفريق بتاعك اللي انت بتدير بيه، هل كل الناس ماشيه ستيب باي ستيب فورورد وماشيه، معلش حسين، مش بفكرك انت، بفكرنا كلنا كفريق عمل برضه. وانا سجل مش معنى واحد فريق العمل عندك اختلف معاك في الراي معناه انه وحش، بلا ما انت ممكن تكون انت اللي غلط وهو اللي صح. خلينا نبقى مور لوجيك في الجزئيات، ما ندخلش برضه العلاقه الشخصيه في اتخاذ القرار في الفريق العمل. كل ما يكون فريق العمل بتاعك قوي انت ناجح، كل ما يكون فريق العمل بتاعك قوي فانت اللي بتنجح اكتر. اوكي، وما تقلقش من نجاح حد الفريق بتاعك، مش معنى ان صعود نجم حد من النائب بتاعك او النائب المدير او الوكيل او المدير المناوب معناها انه هيغطي عليك، ما تفكرش بالطريقه دي. فكر ان احنا كلنا بنشتغل بنظام مؤسسي، كلنا بنتعلم من بعضنا وكلنا بننجح مع بعضنا عشان تنجح المؤسسه. الحاجه الثالثه، خطه تطوير المستشفى خلال العام القادم، ودي طبعا بيشارك فيها مجلس اداره المستشفى، لان فيها حاجات. انا سعيد بلقاء حضراتكم، اتمنى اكون افدتكم زي ما استفدت من كل الاساتذه الافاضل اللي سبقوني في التوب. حقيقة دكتور عربي أنا شخصيا منبهر وسعيد جدا بالتوك بتاعت حضرتك، وأنت واخدنا كده من إيدينا وبتعمل لنا تور معاك يومية وأسبوعية وشهرية على الـ الإدارة بتاعتك. أنا حاسس إن أنا قدام يعني وحش إداري في المستشفيات الحكومية الحقيقة والله. وده يعني انا استنبطت من خلال كلامك قد ايه انت يعني عندك دايناميك وعملي جدا، ويعني تو ذا بوينت، ويعني سيلفلس، مهتم اكتر بالنجاح المنظومه بتاعتك. وواضح يعني ده سر، ما بقاش سر خلاص نجاحك في الاداره في السنين دي كلها. يعني خلاص عرفنا ايه الموضوع. شكرا الكلمات الجميلة دي، دكتور أشكرك. عربي وانا طبعا بحب اجي اسوان، ويعني حزورك طبعا هتلاقيني بخير ان شاء الله. عندي كده سؤال لحضرتك قبل ما تنشغل عننا بـ 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 بالخبرة بقى دي كلها. سؤال لذيذ جدا، ايه افضل بقى المؤشرات التشغيلية اللي انت بيرسونالي بتحبها او بتستخدمها ووصلت ليها من خلال عملك الحكومي؟ حاجة بيرسونالي بقى يعني اللي حضرتك شايفها بقى. كل ما تكون بتدير مستشفى الحكومي بطريقه صح، البيشنت فلو الكيرف بتاعه بيزيد في نفس المنطقه. اوكي، مع افتراض ان ما فيش سيزون فاريشن او فيش حاجه انكسبكتد، طالما البيشنت فلو عندك بيزيد معناه المؤسسه الناس في تراست، في ثقه، الناس بتجي لك. بمعنى انك انت لو كنت بتعمل مثلا 500 عمليه في الشهر، اول ما بدات بعد 6 شهور ال 500 دول بقى 800، بعد كذا شهر بقى 1000 عمليه، يبقى ماشي. طبعا اذا تخد العيادات الخارجيه نفس الحكايه، الاستقبال الوطني نفس الحكايه. كل ما المواطن حس ان المستشفى كويسه هيبقى فيه اقبال. المواطن بيهرب من المستشفى الحكومي لما بيفقد الثقه. اوكي، كل ما هو واثق في المكان ده بيجي له. فده المين انديكاتور بالنسبه لي. ده رائع. احنا المستشفيات الخاصه البراكتس البرايفت طبعا كلنا بنحب زياده البيشنتس اكيد، فكون حاجة برضو واخد نفس الانديكيتور ده، كلام رائع ومحترم جدا. دكتور محمد العربي عبد العال. دكتور احمد معلش، ممكن ناخد انديكيتور تاني، انديكيتور مالي يا دكتور عربي؟ اه دكتور حتى عربي اللي انت نفس اللي نكمل عشان بس ما يبقاش بس كله اوبريشنال بس. بس حضرتك عاوز افهم برضو، انتوا كمؤسسه حكوميه بتهتم بالامور الماليه فين؟ انهي كي بي ايز مالي بتهتم بيه؟ سؤال مهم جدا دكتور خالد. طبعا
زي ما قلت لحضراتكم يعني احنا في الاعتمادات الماليه بتاعت وزاره الماليه ده شق على جنب، خلينا في الاعتمادات الماليه هي بتيجي resources from our activities. اوكي؟ Yes. شطاره الاداره انك انت تنمي ايراداتك بشكل كويس جدا وتقلل مصاريفك بقدر المستطاع بحيث انك انت توصل للنت بروفيت كويس، ماشي، تقدر تعمل من خلاله اكتيفيتيز كتيره. يعني انا مثلا هقول لحضرتك على سبيل المثال، زياره المرضى في المستشفيات الحكوميه زي مثلا مثلا تذكره ب 5 جنيه. اوكي ماشي، شطرت ازاي تخلي ايراداتك في المستشفى بدل ما هي في الشهر مثلا 40,000 جنيه ازاي تخفضها 100,000 جنيه؟ سهل، مش معقده. اوكي، احنا ار ديلينج وذ هيومن بينجز. اوكي، كل ما تحط ناس مؤتمنه وتشجعها بشكل مباشر على ان هي تكنترول التذاكر الزياره دي، تمام، يعني هو عارف كويس جدا كل ما الايراد اليوم زاد مثلا من 10,000 جنيه ل 15,000 جنيه، الخمس زياده دول هو ليه نسبه فيهم، ليه نسبه فيهم، خلاص ده بياخدهم فوق الترابيزه، هو ياخدهم فوق الترابيزه احسن من ياخدهم تحت الترابيزه. اوكي ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا مثلا تعاقدات بتاعتي كل ما الخدمه بتاعتي كويسه هيبقى لي تعاقدات مع جهات خاصه، شركات، مصانع، وات ايفر. اوكي، لما يكون عندي قسم فندقه محترم واديره بفكر استثماري محترم، ماشي، واقدم له خدمه كانه برايفت سيكتور بالظبط، المواطن بيجي لان هو يعني نسبه كبيره من المواطنين عايز يتلقي خدمه طبيه، ماشي، دفع فلوس بس بشكل محترم وده حقه. طيب ده اخر سؤال لحضرتك، هو مين اللي بيحضر الكي بي ايز في المستشفيات الحكوميه؟ مين اللي بيعملها؟ المدير المالي، المفروض مدير المالي. المدير المالي اللي هو اوكي، هو ده اكتر واحد مسؤول. يس يس، انا بوصل دايما يعني انا ما بخليش ما بحبش حكايه مدير مالي واداري يعني في نفس البوزيشن شخص واحد، لا الدنيا بتبقى لوز منه جدا، لان لازم اوصل مدير اداري لوحده ومدير مالي لوحده. مدير المالي لازم يكون شخصيه فاهمه كويس جدا في ناحيه الفاينانس. اوكي، شكرا، اتفضل اتفضل. دكتور محمد العربي عبد العال، مدير عام مستشفى ادفو العام، الف الف شكر لحضرتك على هذه المحاضره الثمينه. معايا دكتور محمد فريد، معانا حضرتك؟ معاك يا دكتور احمد. انا بقى عندي ليك سؤال ممتع جدا بالنسبه لي، ويعني طبعا بخبرتك العظيمه دي عايزين نعرف في السؤال قدامنا ان هو ايه اكبر تحدي حضرتك واجهته في عملك حتى الان؟ اكيد بقى في حاجه مش ناسيها، يعني اكبر تحدي واجهته غير السؤال بتاع حضرتك ده؟ هو السؤال عندنا اللي جاي لحضرتك مخصوص. لا انا اقصد اكبر تحدي غير السؤال ده. السؤال ده نفسه تحدي. يعني حاول بقى حضرتك معايا، معلش. طيب بص يا سيدي، اكبر تحدي انا واجهته، انا ما زلت اواجهه، واعتقد ان انا ان شاء الله ساظل اواجهه الى